قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مكتب الإعداد والثقافة والإعلام أقامت ندوة حوارية تحت عنوان انتصار حلب وانعكاسه على الساحة العربية، شارك فيها عدد من المفكرين العرب. تحت عنوان انتصار حلب وانعكاسه على الساحة العربية، أقامت قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مكتب الإعداد والثقافة والإعلام ندوة حوارية شارك فيها عدد من المفكرين العرب. الندوة الحوارية أقيمت بحضور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار وأعضاء قيادتي فرعي الحزب والجبهة الوطنية التقدمية وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. هذه الندوة جاءت في إطار عمل مكتب الأعداد الفرعي لنشر ثقافة المقاومة ودحر الفكر الإرهابي التكفيري الذي انتشر في بعض المناطق. من جهته العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطين أكد أننا أمام معركة حقيقية بعد انتصار سوريا على الإرهاب، وهي معركة إعادة الوعي القومي العربي، وهو مسؤولية الجميع. بشار الانتصار على أرض سوريا العربية أصبحت على قاب قوسين أو أدنى، وأن الانتصار في سوريا العربية هو انتصار لكل الأمة العربية، وهو الذي بإذن الله سيفتح الدرب إلى تحرير فلسطين، كل فلسطين. ونحن على اقتناع تام أن ضرب المشروع الإسرائيلي الصهيوني على أرض سوريا العربية بهزيمة أدوات هذا المشروع عصابات الأمة ودوره في نهوض الفكر القومي. احنا اليوم بمرحلة إعادة بناء الفكر، والفكر اليوم نحن بحاجة لإعادة إظهار الفكر القومي العربي كحامل لهذا المجتمع ولأي مجتمع عربي قادر على مواجهة المد الصهيوني التكفيري تحت عنوان واضح وصريح إزالة إسرائيل من الوجود. من جهته المفكر العربي ماجد البسيوني دعا إلى نهضة قومية عربية لمواجهة المشروع الصهيوني بمشروع مقاوم ومتكامل، مؤكدا أن انتصار حلب أسقط المشروع الاستعماري ووضع العالم على المحك. انتصار حلب أكد على أن الشعب العربي السوري والجيش العربي الأول في سوريا كان جمال عبد الناصر له الحق أن يطلق على الجيش العربي السوري الجيش الأول، وبناء على ذلك ما حدث هو تغيير جوهري في خريطة مش خريطة العرب ولكن خريطة العالم كله. مداخلات الحضور أشارت إلى أهمية النهضة القومية الشاملة لمواجهة كافة المشاريع التي تهدف إلى تمزيق الأمة العربية وتفتيتها إلى دويلات. بهدف محاربة الفكر الإرهابي المتطرف وتفادي دعوات الفتنة، لقاء رسمي جمع اللواء جاهز الموسى محافظ الحسكة مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي في المحافظة. بهدف التأكيد على أهمية الخطاب الديني التنويري في محاربة الفكر الإرهابي المتطرف وتفادي دعوات الفتنة التي يسعى أعداء الوطن إلى بثها بين أبناء البلد الواحد، التقى اللواء جايز الموسى بعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. نرى بالاجتماعات المحبة والجميل من الأحاديث، وخاصة اليوم كان اجتماعنا رجال الإسلام رجال الدين الإسلامي والمسيحي، فكانوا متحابين وتحدثوا في محبة الوطن ووحدة الوطن وتراب الوطن والدفاع عن الوطن والزود عن حياض الوطن والدفاع عن سوريا الكبرى والدفاع عن مدينة دير الزور. بدفاعنا عن دير الزور عم ندافع الجزيرة بكاملة، لأن اليوم لا سمح الله إن سقطت دير الزور سقطت الجزيرة، فنحث أولادنا ونحث كل اللي يستطيعوا حمل السلاح على الدفاع من أجل دير الزور. هذا ما تعلمناه من علمائنا من مشايخنا أن نحب كل الجميع، وغرسوا فينا قول النبي عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وفي خصوصا في هذه الأزمة القاسية الشديدة التي تمر في وطننا أحوج ما نكون إلى التعاضد إلى التكاتف إلى التحابب. نتمنى أن نهب جميعا للدفاع عن هذا الوطن الحبيب الذي تربينا وخيرنا وأولادنا في هذا الوطن، ولا نساوم على هذا الوطن، وهذا ما نتمناه من الجميع بصدق.
سوريا مهبط الديانات السماوية ونور العلم الذي شع إلى أصقاع العالم. يحاول الغرب وأدواته النيل من مكانته الحضارية والدينية من خلال حرب إرهابية جمعوا فيها إرهاب العالم ومولوه وسلحوه من أجل هذا الغرض. لكن بهمة أبطال الجيش العربي السوري سيتم القضاء على هذا الإرهاب نهائياً. ورشة عمل لوزارتي العدل والاتصالات بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية. بهدف إطلاق برنامج تدريب القضاة على قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، بدأت اليوم أعمال ورشة العمل التي أقامتها وزارتا العدل والاتصالات والتقانة، وذلك على مدرج الشهيد نضال عبد الرحيم غزال في وزارة العدل بدمشق. وخلال افتتاح الورشة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أهمية تعزيز المهارات القانونية للقضاة وكيفية الاستفادة من الثورة المعلوماتية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، مبينا أن الوزارة بصدد إحداث محاكم متخصصة بهذه الجرائم نظرا لانتشارها، إضافة إلى أنها كانت جزءا من الحرب المعلنة على سوريا استخدمت بغية التحريض على الأعمال الإرهابية، إضافة إلى ظهور جرائم إلكترونية مستحدثة غير معهودة سابقا. هذا الورشة هي ورشة تدريبية بامتياز، الهدف منها التمهيد لهذه الخطوات التي تحدثت عنها، تتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارتي العدل ووزارة الاتصالات والتقانة. اليوم بدأناها في دمشق ومن ثم ستكون في كل المحافظات بالتتابع، لكي نبين أننا في ظل الظروف، حتى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فإن الخطوات الإصلاح والسير قدما نحو الأمام مستمرة في كل المجالات. وأعتقد أن التطرق إلى هذا الموضوع هو مسألة غاية في التقنية وفي الحساسية وفي الموضوعية لطبيعة الجريمة الإلكترونية وماهيتها الخاصة التي تختلف حتما عن الجرائم العادية. بدوره أوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن المنهاج الذي تم وضعه لتدريب القضاة يضم شقا معلوماتيا وآخر تشريعيا، حيث سيتم البدء بتدريب القضاة على ماهية الحجج وكيفية التقصي عن الجرائم والبحث عن مصادرها للتعامل معها قضائيا. دورهم العالم كله صار ما يتعرض للناس والمؤسسات والشركات ما تتعرض لجرائم إلكترونية أكثر ما يتعرض لجرائم تقليدية خلينا نقول، وبالتالي وزارة الاتصالات هي استصدرت أو طلع مرسوم الجريمة تنظيم التواصل على الشبكة والجريمة المعلوماتية في عام 2012 اللي هو المرسوم رقم القانون رقم 17 لعام 2012، ووزارة الاتصالات أصدرت له التعليمات التنفيذية واللوائح التنظيمية لهذا القانون، واليوم وضع المنهاج. تضمنت الورشة محاور متعددة مثل مكافحة الجرائم المعلوماتية والإخبار عن الطابع غير المشروع لمحتوى على الشبكة والبيانات الرقمية المخزنة في الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المنقولة بواسطتها والتي يمكن استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة المعلوماتية. القضاة غير معتادين في الحقيقة على التعامل مع هذا النوع من الجرائم، والأصعب من ذلك هو التعامل مع الدليل الذي يتولد من هذه الجرائم وهو الدليل الرقمي. فالقاضي معتاد على الدليل المادي، ورقة، مسدس، سكين إلى آخره. الآن هناك دليل ليس له شكل مادي، هو ملف، مستند، صورة، فيديو إلى آخره موجود على الحاسب. بادرت وزارة الاتصالات مشكورة بإنتاج هذا الكتاب اللي بيحمل اسم دليل القضاة بمكافحة الجريمة المعلوماتية والجريمة والدليل الرقمي. الكتاب على شقين، شق تقني وشق قانوني. يعني تم إخراج الكتاب بشكل بسيط لا يكون بين يدي القضاة، والكتاب معد لتدريب المدربين. واختتمت الورشة بالإعلان عن إطلاق الدورات التدريبية والتي ستعتمد منهاجا ثابتا في مناهج القضاة.